حياكم الله مشاهدينا في آخر فقرة معنا في الساعة الأولى في حلقة اليوم. حنتكلم في هذه الفقرة وحنعرض عليكم تقرير يتكلم عن المصنوعات الفضية وأيضا الحرف الفضية والخواتم الفضية في صنعاء القديمة. خلونا نتعرف على التقرير ونعود لكم. عند زيارتنا لأحدى أقدم السماسر في صنعاء القديمة دخلنا إلى محلات بيع الحلي والمجوهرات، حيث تحظى الفضة اليمنية بشهرة عربية وعالمية واسعة نظرا لجمالها ودقة صناعتها وتعدد فنون صياغتها، محتفظة بعطر التاريخ ورائحة الأصالة. كما تعتبر صناعة الفضة من الصناعات الحرفية الأصيلة والتي تعكس الوجه الحضاري للبلاد وتؤكد تمسك الإنسان اليمني بجذوره العريقة. وللفضة أنواع وصناعات مختلفة، أشهر أنواعها جودة في اليمن هي الفضة البوسانية، يليها البديحية في المرتبة الثانية. بالنسبة للفضة هي نوعين، يعني تجي فضة القديم البوساني والمنصوري والزيدي، تمام، بس لها نوعين منهم، تجي فضة نظيف وفضة تسمى يعني ضعيف مخلوطة ما تجي صافي، ونوع قديم برضو يجي بس مش فضة، يجي معدن. الفضة النظيف لها مسميات معروفة يعني بشكل عام، الفضة البوساني والبديهي، هذه رقم واحد، وبعدها الذي يجي الزيدي والمنصوري، هذه تجي فضتها ضعيفة أو مخلوطة. ظهرت صناعات عديدة للفضة في اليمن كالصناعة البوسانية والزيدية والمنصورية، جميعها أصبحت دلالة على الرقي الاجتماعي الذي وصل إليه اليمنيون آنذاك. وتعتبر صناعة الحلي والفضيات مهنة متوارثة عن الآباء والأجداد وحرفة تاريخية وتقليدية اشتهرت بها أسر معينة في صنعاء، حتى ارتبطت أسماء هذه الأسر بهذه المهنة العريقة والتي باتت اليوم تشهد تطورا وتحديثا مستمرا مع مرور الزمن وانتشار المشغولات والمصنوعات الحديثة. الفضة بشكل عام في اليمن لها أهمية من الدرجة الأولى بالصفة، يعني هي أصبحت الذهب الأبيض منذ يعني الزمن الماضي وإلى وقتنا الحالي. آونها القديمة كانوا يهتموا بمسوقات النساء بشكل عام مثل العصبة والمعاصب والمشاقر واللبيب، ويعني الضقمة الحريوها بالمعنى كامل، متعددات الأشكال مع الخلاخل مع الأساور مع كل شيء، مع العقد يسمى عقد الوالدة الذي مضعم بالمرجان وغيره. كذلك في الآونة الأخيرة يعني في العصر الحديث أصبح الآن شهرة وأكثر إنتاج وبيع في الخواتم بشكل عام. الفضة اليمنية عبق التاريخ، عبق التاريخ اليمني، فاليمني مشهور بارتضاء الفضة كحلي وأساور والنساء والرجال كذلك. ومن مميزات الفضة أنها تعطي لون يعني رونق رائع المظهر، فأنا أتيت من عمران اليوم لكنني عسيب من مطلوب الفضة. ومثلما إن للفضة عند النساء أهمية كبيرة ومشغولات ومصنوعات عديدة تختص بهن فقط كالقلائد والمشاد والأساور، فإن الرجال في اليمن يهتمون بمعدن الفضة ويرون فيه أهمية بالغة لا تقل شأنا عن الذهب والنحاس، حيث يزينون سيوفهم وخناجرهم بالخيوط الفضية والتي تضفي عليها طابعا جماليا فريدا، بالإضافة إلى أنهم يستخدمونها في صناعة أدوات الزينة والخواتم المصنوعة من الفضة الخالصة أو الفضة المطعمة بمعادن أخرى، لتظل بذلك الفضة اليمنية الهوية المحببة والمرغوبة لدى اليمنيين رجالا ونساء.
اذا كنا في جوله في سوق الفضه مع حمير. حمير لوين الدقه اللي جبت لي اياها؟ موجوده في مطعم بابليون السعيد. الدقه العقد والدقه هي عرفتي يمكن اللحمه المفرومه. اها هي نفسها. بس انا حكيت الدقه، انا حكيت صحيح. طيب يا سمحت بدي لك ما حكيت الدقه. هذا برضه من سمسره. جميل جدا ايضا كان موجود معنا اعتقد حمير اشتراه كمان من نفس السوق. عموما الجميل في هذا السوق نعم. السمسره اللي تابعناه انه الدور الارضي بيكون دور اللي بنباع فيها الحاجات الجاهزه، الدور اللي فوق الدور الثاني بتطلعوا وبتشوف محلات صغيره وحناويت حوانيت صغيره واللي بيجهزوا فيها واللي بيصفوا العقيق واللي بينظفوا المشاغل نعم. ومعاهم طاولات، حتى طاولات شكلها يجي مميز عن بقيه الطاولات مصنوعه محلي عشان يعرف انه يحط الفصوص قدامه وما يضيعنش عليها الادوات. يعني صراحه الشغل جميل فوق مهارة. انتاج وتحت البيع والشراء مهاره ودقه. والفضه اليمنيه معروفه عالميا خاصه نعم. مع العقيق والاحجار الكريمه صح. مع اللباس اليمني الفلكلوري لما بتلبس السيده الفضه مع اللباس الفلكلوري نعم. وكل مناسبه عندنا كل مناسبه خاصه بالنساء في لبس مختلف عن الآخر. اكيد عن الاخر.